السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى. فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي شهوة ليلى. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة، وغدا نغتنم هذه الفرصة باش نبارك لكم العواشر. عيد مبارك سعيد، يدخل عليكم الصحة والسلامة والعافية. اليوم إن شاء الله غدا نشارك معكم طرطة ولا أروع بالليمون والفريز، مذاق لا يقاوم، مكونات في المتناول اللي تقدري توجديها لفطور العيد، وكوني اكيده غدا تحمر لك وجهك مع العائله ديالك. كنتمنى تجربوها لانها فعلا تستحق التجربه، وكنتمنى تزيدوا تشجعوني باللايك والاشتراك والبارطاج. ودابا دوزوا معايا المكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات كما كتشوفوا معايا هنا، عندي جوج بيضات طبيعه الحال بحراره المطبخ، عندي 7 معالق كبار سكر سنيده، عندي كذلك 7 معالق كبار زيت، و7 معالق من عصير الليمون، عندي هنايا جوج اكياس ديال خميره الحلويات، عندي واحد مبشور ديال ليمونه وحده اي ملعقه صغيره حكيت رقيقه على هذا الشكل، عندي كذلك واحد 7 معالق كبار ديال الدقيق اللي بطبيعه الحال غربلته. غندوزو دابا مباشره لطريقه التحضير. ودابا غنبداو على بركه الله. غناخذ الخلاط الكهربائي جانبا، هاد المكونات كاملين ان شاء الله غادي نخلطوهم في الخلاط الكهربائي. غادي نبدا ناخذ البيض هو الاول، غادي نضيف ليه السكر، غادي نضيف ليه الزيت، غادي نضيف طبيعة الحال عصير الليمون، وغادي نضيف هادوك القشور ديال الليمونه اللي حكيت. غادي نخلط هاد المكونات الاولى كامله في الخلاط الكهربائي، ومن بعد غادي نضيف ليها الدقيق وخميره الحلويات. بعد ما دمجت المكونات الاولى كما كتشوفوا معايا، يعني ضفتهم كاملين دفعه واحده، غادي نضيف دابا الدقيق وخميره الحلويات. غادي نحاول ندمج هاد المكونات من جديد، وفي هاد الاثناء راني شعلت على الفران ديالي اللي درتو يسخن على درجه حراره 180، غادي ان شاء الله ندمجهم وغادي نوضعهم في المول وندخلهم الفران مباشره. بعد ما اندمجت هي المكونات كامله، هذا هو القوام اللي حصلت عليه. الصراحه هاد لاطاخت بمذاق الليمون والقشور ديالو كتجي شي حاجه رائعه، وبما اننا في موسم الحامض دابا، يعني الليمون اولا الحامض كيجي في لاطاخت شي حاجه زوينه بزاف. غادي نحاولوا نوضعوها، يعني القوام كيكون على هذا الشكل، كتكون خفيفه ما تقيلاش بزاف. غادي نحاولوا نوضعوها في هذا المول اللي طبيعه الحال دهنته بشويه الزبده ورشيته بالدقيق. نكب هذا الخليط هنايا، وبطبيعه الحال كما سبق وذكرت الفران شعلت عليه باش يسخن، وغادي نوضع هاد المول ديالي في الوسط كما ديما، وغادي نخليها طيب ان شاء الله، ونتلاقاو باش نشوفوا طريقه ديال التزيين ديال هاد التورته ديالنا ديال اليوم اللي غتجي شي حاجه زوينه بزاف. وفي هاد الاثناء بعد ما طاب الكيك ديالي خرجته من الفران، ودابا غندوز نوجد معكم لا كريم باتيسيير. خديت هنا واحد 500 مليلتر ديال الحليب كما كتشوفوا معايا، غادي نضيف ليها واحد 3 ملاعق كبار ديال كريم باتيسيير، وغنضيف لها كذلك واحد 3 ملاعق كبار ديال سكر سنيده. غادي نحاول نحرك هاد المكونات كامله ونوضعها فوق النار حتى توجد معنا، ونوضعها فوق لاطاخت ديالنا. الكيك ديالنا بعد ما خرجته من الفران غادي نحاول نسقيه بشويه ديال عصير الليمون. وفي هاد الاثناء غادي نحاول نوضع فوق منا هذيك لا كريم باتيسيير اللي وجدنا جانبا. بطبيعة الحال لا كريم باتيسيير كنحاولوا نبقاو نحركوها باش ما تلصقش لينا في الاناء اللي حنا كنوجدوا فيه. دابا غندوزو للتزيين ديال هاد التورته ديال اليوم. غادي نحاول نزينها بالفريز اللي بطبيعة الحال غسلته مزيان وقطعته على هاد الشكل شرائح رقيقه. كما كتعرفوا ان مذاق الفريز مع مذاق الليمون تيتواتاو بزاف بزاف بزاف، وان شاء الله غادي نزينوها ونتلاقاو باش نكملوا التزيين ديالها ونشوفوا الشكل النهائي ديالها في الاخير. غادي نبداو التزيين يعني بالطريقه اللي اختياريه، كيبقى مساله اختياريه، يا اما نوضعوه على هذا الشكل اولا نوضعوه هكا بالطول.
كما كنقول دائما الزين كيبقى مساله اختياريه، كل واحد كيدير الزين على حسب الذوق ديالو. وحتى بالنسبه للفواكه يعني تقدري ديري اي فاكهه، صراحه المذاق ديال الفريز والليمون كيجي زوين بزاف. غنستمر في تزيين الطرطه ديالي على هذا الشكل حتى نسالي، وغادي ندوز نشوف معكم المرحله النهائيه ان شاء الله من تزيين ديال هذه الطرطه ديال اليوم. وبالنسبه للتزيين الاخير كما شفتوا معايا خديت واحد الفريزه اللي حاولت نقطعها على هذا الشكل، غادي نحاول نحل ليها هاد الاطراف ديالها ونوضعها في الوسط. غادي ندوزو دابا كما سبق وذكرت التزيين الاخير. بالنسبه للمرحله النهائيه من التزيين غادي نحتاج كما كتشوفوا معايا واحد كاس من عصير الليمون، غنحتاج كذلك واحد فلون بنكهه الكراميل اللي غير محلى، اما الا كان عندك فلون محلى ما غاديش تزيدي معاه السكر. عندي هنا واحد الجمعه الكبار ديال السكر سنيده، طبيعه الحال السكر كيبقى على حسب الذوق. غادي نحاول نوضع هذه المكونات في واحد الكاسرونه ونوضعها فوق النار حتى تندمج لينا مزيان، غادي نوضعوها فوق الكيك ديالنا او لا طاخ اللي وجدنا جانبا. طبيعة الحال خصني ندمج ضروري هاد المكونات قبل ما نوضعها فوق النار. الخليط ديالنا كما كتشوفوا منين نوضعوه فوق النار ضروري ما نبقاو نحركوا فيه حتى يبدا يغلى معنا ويبدا يختار. غادي ناخذ هاد الخليط بغي بشويه بعد ما فرغت محتوى الخليط كامل اللي وجدت معكم، غادي نحاول نخلي لاطاخ ديالي تبرد شي شويه هنا تاخذ حراره المطبخ، ومن بعد غادي ندخل الثلاجه ونخليها تبرد على خطره، وان شاء الله في الاخير غادي تشوفوا الشكل النهائي. كنتمنى هاد لاطاخ ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، الصراحه كتجي رائعه كما سبق وذكرت بمذاق الليمون والفريز. ان شاء الله غتشوفوا معايا النتيجه النهائيه. بعد ما زينت لاطاخ وضعتها في هذا الطبق التقديم الصراحه جات رائعه من حيث الشكل، اما المذاق ديالها جا يا سلام بنكهه الليمون والفريز. كنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم والى فيديو قادم ان شاء الله.